البطل هذا الوضع. هلا بالله. عاد المنتخب الوطني لرياضة الكاراتيدو إلى أرض الوطن بعد تألقه ونيله 21 ميدالية من المعادن الثلاثة، حيث نجحت العناصر الوطنية بما فيها أشبال أواسط وأكابر من حصد 6 ميداليات ذهبية، 8 فضيات و7 برونزيات، وهذا بفضل 26 مصارعا ومصارعة شاركوا في هذه البطولة موزعين على 19 صنفا من أصل 38. البطولة الإفريقية جرت في الفترة ما بين 2 إلى 4 ديسمبر الجاري بمدينة جربان بجنوب إفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله، اليوم العودة إلى أرض الوطن بعد رحلة طويلة جدا، يعني جنوب إفريقيا رحلة كبيرة، حوالي تقدر تقول رحلة كلها 24 ساعة، لكن هذا ما منعش أنه الكاراتي تألق مرة أخرى ب6 ميداليات ذهبية و8 فضيات و7 برونزيات، في المجموع 21 ميدالية. العدد ميداليات، احنا بالنسبه للوفد المتنقل نحن كاتحاديه راضين جد، راضين على هذه النتائج، لانه هناك 39 اختصاص في هذه البطوله الافريقيه، وهذه النقطه اللي نحب نوضحوها. لكن الوفد الجزائري شارك في 19 صنف فقط، لامور يعلمها العام والخاص، الامور الامكانيات اللي تعاني منها اليوم الاتحاديه رغم تالقها هذا العام من بين الاتحاديات، اللي رفعت كثير الرايه الوطنيه في كل انحاء العالم هذا العام. ان شاء الله نقاول حلول هذه من اجل هذا الشباب، يعني مش اجل اي واحد، من اجل هذا الشباب، من اجل الجزائر، خاصه بما نشوفوا يعني مساهمات و يعني دينيسياتيف من شخصيا من رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون، اللي راه يتبع في الرياضه في كل صغيره وكبيره. احنا رانا امل في الله عز وجل، ثم في المسؤولين تاع الجزائر ومن بينهم رئيس الجمهوريه. نتمنوا انه هذه الرياضه تكمل في هذا التالق، احنا ما علينا الا انه نكونوا في المستوى ونكونوا في قد المسؤوليه. والحمد لله، مبروك لشباب الجزائر، مبروك. اليوم عده القاب نشوفوا ذهبيه، الكل يعني الكل اليوم العالم كل يعني منبهر ومفتخر وفرحان للجزائر، لانه الجزائر بلد كبير، فرحان للجزائر بما تقدمه من مستوى وما تقدمه من شباب وشابات، اللي يعني راهم اليوم يشرفوا الجزائر. ما نساوش اليوم رانا محتلين المرتبه الرابعه عالميا، 3 ميداليه ذهبيه تاريخيه، الحمد لله. هذا توفيق الله عز وجل، بارك الله فيكم. ونشكر الاسره الاعلاميه خاصه انوان اللي دائما ترافق ودائما متواجده في احداث الكاراتي وفرحه الكاراتي، بارك الله فيكم. السلام عليكم، هاشمي شريفه، مدربه وطنيه للمنتخب الجزائري. الحمد لله تحصلنا على 6 ميداليات ذهبيه و8 فضيه و7 برونزيه. المنافسة كانت جد في المستوى، ونشكر رئيس الاتحادية اللي وفر لنا جميع الإمكانيات. التحضيرات كانت جد صارمة. نشكر المدرب الوطني محمد عبد الرجال جودة اللي وقف مع المصارعين بزاف، والحمد لله يعطيكم الصحة. الحاجه الاولى سي ليكيب ناري من دحلب سلاق جرايا، وصراحه انا تحصلنا على المرتبه الاولى في البطوله الافريقيه. ربحنا المغرب اللي هي ايكيب قويه بزاف، ربحناها الحمد لله، وهذا بعد تعب طويل وسفرينا بزاف وتعبنا بزاف، الحمد لله ربي جازانا. وحنا وعدنا الجيري باش نجيبوا ميداي دور في الشامبيون دافريك، الحمد لله وفينا بوعدنا، والحمد لله والشكر يولي لا فيديراسيون لونترينور تاعنا وبيان سور ليكيب تاعنا. السلام عليكم، دحلب ناريمان رياضة المنتخب الوطني الكاراتيه اكابر. الحمد لله هاد النتيجه ما جاتش هكا برك،
تعبنا بزاف بوندون اكثر من يعني عام وحنا في طربوسات مع المنتخب الوطني، درنا بزاف لي ساكريفيس، كانت خدمه ما بيناتنا لي تخوا. ثاني نشكر المدربه اللي هي السبب الرئيسي في هذا النجاح، نشكر الفيدراليه اللي وفرت لنا شروط باش نقدروا نخدموا ونمدوا الجزائر. وكما قالت زميلتي الحمد لله وعدنا الجزائر بالذهب وجينا محملين بالذهب الحمد لله. ما الحمد لله يا ربي، يا بخي تعب كبير، توجنا بميدالية ذهبية بعد ما ربحنا المغرب، المغرب اللي هو فريق مشهور في الساحة الدولية. لا ميدالية هذه ما جاتش هكذا كبرك، سي درنا دي ساكريفيس في أربعة مع صحاباتي ومع لونترينور تاعنا الغوي الإيمان اللي نحييها ونشكرها بزاف، اللي تعبت معنا بزاف، ونشكر كل واحد وقف معنا، مي بارون مي زامي لا فيدراسيون. أوه، 1 2 3 فيفا الجزائري. السلام عليكم، سعدي محمد انيس، حصلت على الميداليه الذهبيه في الوزن اقل من 61 كيلوغرام في بطوله افريقيا. الحمد لله هذا كان بعد مجهودات كبيره جدا وتعب كبير، الحمد لله تحصلنا على هذه الميداليه. ونشكر المدربه هاشمي شريف على هذا التعب، ونشكر المدرب عبد الرقال اللي تعب معانا في لير جروب موف كامل، ونشكر الشيخ ياسين غوري رئيس الاتحاديه السيد ياسين غوري يتعب معنا بزاف ووفرنا كلش وعطانا الفرص. الحمد لله نشكر والدي يا بيانسا. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. من رابح انيس، رياضي المنتخب الوطني رياضه الكاراتي وزن فوق 176 كيلوغرام، متوج بفضيه بطوله افريقيا مقامه بجنوب افريقيا مدينه دربان. الحمد لله التتويج جاء بعد تعب كبير، وين عندنا من اوت هكذا كنا نحضروا، ربي ما كتبليش باش نروح بطولة عالم الحمد لله، وكتب لي باش نروح بطولة افريقيا ونثبت وجودي بميدالية فضية الحمد لله. ونشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبوني على قائم على الرياضة الفردية الحمد لله، ونشكر مدرب النادي كابتن زبير حاشي اللي هو بمثابة اب لي، اللي هو توجور يشجعني باش نواصل في هذه الرياضة. ونشكر والديا، نشكر مهدي ايت حملات لي بمثابة اخي الاكبر، ما يشجعني ماديا معنويا الحمد لله. نشكر الناخب الوطني محمد عبد الرجال جوده على تعب اللي ما نكذبوش قدم كثير الرياضه الجزائريه وتجرب بفضل ربي. بالنسبه للبطوله كانت شويه واعره على اللي قبل تاع 2021 ونيفو طلع، بس الحمد لله تعبي ما راحش في باطل، الحمد لله وفقني ربي وجبت الميداليه الذهبيه، شرفت الرايه الوطنيه والولايه تاعي بجايه والكلوب تاعي جي اس محفوظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا بوذرع روان متحصلة على المرتبة الثالثة في بطولة إفريقيا، والبطولة كانت جد جيدة ومنظمة، ونشكر رئيس الاتحادية والكابتن عبد الرقال، ونشكر أبي اللي دائما وقف معايا وسندني وفي كلش وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم رياضي المنتخب الوطني اختصاص كاتا. الحمد لله اليوم تحصلنا على الميدالية الفضية في البطولة الإفريقية المقامة في سود أفريك. الحمد لله هذه الميداليه ما جاتش بالسهل، كانوا بوكو دي ساكريفيس بوكو دو ترافاي اشارني. نشكر صحابي اللي معايا في ليكيب عبدو تاحو اللي تصابر من مخلوف، بلا ما نساو مدام ايمان الغوي اللي ساكريفات معنا بزاف وعطتنا هذاك لونكوراجمون. وان شاء الله هذا الشامبيون بريباراتوار ماشي هي لوبجيكتيف برينسيبال تاعنا، ان شاء الله عندنا شامبيون دي موند، عندنا بروشين سيزون ان شاء الله فيها خير والقادم افضل. ما قال لكم صديقي الفريق بالعبد باديس، و احنا رياضي نادي مولودية الجزائر تسمى في هذا السيزون، و ميم طون رياضي في المنتخب الوطني كاراتي. الحمد لله التوفيق من عند ربي سبحانه، والواحد ديما يقول الحمد لله التوفيق من عند ربي، وبمساعدة المدربة القديرة السيدة إيمان الغويل نحيها بهذه المناسبة، باسكو ساكريفات معنا بزاف، وكم تعرفوا بلي التيتر ما يجيش بالسهل، يجيب تضحيات من الطاقم الفني من الرياضيين من الطاقم الإداري. الحمد لله مرة أخرى نشكركم على اللي فات. بسم الله الرحمن الرحيم، سلمي علاء رياضي المنتخب الوطني الكاراتي دو. جينا من شامبيون افريك الحمد لله يا ربي، تعبت انا ما راحش في باطل وقدرنا نشرفوا الجزائر خارج الوطن. النيفو كان الله يبارك، وقدرنا نجيبوا الميداليه الثانيه في الجماعي، ان شاء الله مازال خير قدام. بريباراسيون ان شاء الله راح تكون 2023 شامبيون دي موند، ان شاء الله نزيدوا نرفعوا الرايه الوطنيه ونزيدوا نشرفوا الجزائر ان شاء الله.